بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محدثكم الأستاذ سعود شرفنا في هذا اليوم سوف نتكلم عن الدرس 2E Get Active كن نشيطا طبعا عندنا في هذا الدرس يوجد بعض الفوكابيولاريز نحتاج إلى فهمها وإدراكها ننتقل إلى الفوكايز الهدف من هذا الدرس هو توكنج باوت سبورتس آند فري تايم اكتيفيتيز نتكلم عن الرياضات وبعض أوق أوقات الفراغ أنشطة أوقات الفراغ نيو فوكابيليز فروم ليسن تو إي سبورتس كيوبمنت معدات رياضية سبورتس equipment هذه هي المعدات الرياضية كما تجدون أمامكم بوتس. الجزمة الخاصة المعروفة goal net شبكة المرمى goggles نظارات واقية goggles knee pads واقية الركب racket مضرب تنس شن بادز واقيه الساقين ستيك اي عصا موجوده يقال لها ستيك سويم وير ملابس السباحه ايضا عندنا كلمات سترد خلال الدرس علينا ان ننتبه لها بي ان جود shape. تكون في حالة جيدة. Be interested in تكون مهتما ب. Be fit or keep fit حافظ على لياقتك. Coach مدرب. Court ساحة. Exercise as a noun كاسم تمرين. Follow advice اتبع النصيحة Go on a diet اتبع حمية Lately let me know أخبرني مؤخرا Lose weight or lose kilos فقدان الوزن أو خسران كيلوات Nearby مجاور بيتش ملعب كرة قدم Practice تمرين put on. يرتدي race سباق recently مؤخرا similar مماثل take care اعتني بنفسك take part in شارك في take up ارفع That's all for now. هذا كل شيء حتى الآن. Tip. نصيحة. Tournament. مسابقة. Water. Polo. كرة الماء. Be in good shape. تكون في حالة جيدة. ناتي إلى درسنا لهذا اليوم. 2e. Get active. 1. Vocabulary A. Complete the table using the words in the box. Then listen and check your answers. sport, place, equipment. tennis, court, ball, net, racket. water polo, pool, ball, goal, swimwear, goggles. Football ، pitch ball, goal, boots, shin pads. Hockey ، pitch ball, goal, stick, shin pads. Volleyball ، court ball, net, knee pads. طبعا هذه الرياضات التي أمامكم Sport الرياضات تنس مكان أداء هذه الرياضة كورت في الساحة بول يعني equipment ماذا تحتاجون للعب هذه التنس مثلا بول نت راكت يعني نحتاج إلى كرة وشباك وراكت مضرب واتر بولو اللي هي ايش لعبة كرة الماء نحتاج الى بول وعندنا يعني بول يعني حوض سباحه بول كره كره الماء جول له شبكه الهدف يعني سويم وير ملابس سباحه عندي جوجلز النظارات الواقيه هذه جوجلز نظارات الواقيه ناتي الى سبورت اخرى وهي فوتبول نحتاج الى الى بيتش الى ملعب كره ايضا نحتاج الى بول نحتاج الى جول بوتس يعني يعني ملابس خاصه واحذيه خاصه شين بادز حمايه الساقين ناتي الى هوكي لعبه الهوكي اين تلعب في البيتش أه، ونحتاج الى بول جول ستيك عصا شين بادز حمايه الركبتين او الساقين فولي كره الطائره نلعبها في الكورت ساحه I need ball, net, knee pads. Can you guess what the phrases in bold mean? 1. Every morning I exercise before I go to school. I want to keep fit. 2. Last year I went on a diet and lost 6 kilos. 3. Ted wants to take up a team sport. He's really interested in volleyball. Four. You have to be in good shape if you want to take part in the cycling race. Five. I think I've put on weight. My clothes don't fit me. ناتي فهم هذه الجمل ومحاولة تخمين المعاني. Every morning, كل صباح, I exercise before I go to school. انا اتمرن قبل الذهاب للمدرسة I want انا اريد to keep fit ان احافظ على لياقتي اذا keep fit معناته to be in a good shape or to keep my ways in in a good uh, in a perfect way uh, number two last year I went on a diet Uh, يعني في السنة الماضية أنا حمية and lost six kilos وفقدت ستة كيلوات uh, went on a diet means he's follow uh, rules that cause him lost six kilos number three Ted wants to take up a team sport he's really interested in volleyball يعني واضح انه تيك اب معناته ينضم الى تيم سبورت الى فريق رياضي تيم تيد وانس تو تيك اب يعني ان ينضم الى فريق رياضي He is really حقا interested مهتم in فاليبول بال بكرة الطائرة نمبر فور you have to be in good shape يجب عليك ان تكون في شكل جيد If you want to take part in the cycling race يجب عليك ان تكون في شكل جيد اذا اردت ان تشارك في مسابقه الدراجات number 5 I think I've put on weight my clothes don't fit me حتى لو كنت لا تعرف ما معنى put on weight الكلمه التي بعدها يمكن ان تعطيك تصور عن هذه المعنى My clothes don't fit me يعني لا, لم تصبح أو لم تعد الملابس قادرة على احتوائي مثلاً أو على أن تكون في مقاسي فإذاً put on weight بمعنى اكتسبت وزناً 2. Listen A. Listen to three people talking about three different sports Which sports are they talking about? Match. Mark. I never thought I'd like it so much. I used to think it was a silly sport. But now, I think it's the best sport in the world. I have to say, though, it's a bit difficult, more than I expected. When I started playing, I didn't used to be very fit, and trust me, you need to be in good shape to play. It's becoming easier for me, you know, all the running around the pitch. But I really like it. It's different from football and more interesting because you have to use your stick to hit the ball. Carlos. I've always liked it, but I was always too busy with studying to take it up. Well, a few months ago, I decided to join a local team. And what can I say? It's fantastic. It's all I can think about. My friends are in the same team, so we meet and go to practice together every afternoon. I'm not saying it's not hard work and you can get injured easily, but it's great fun. Yesterday we won the match after I scored the final goal and we were all very excited. I think it was because I was wearing new boots. <laughs> Owen When we lived by the sea, my friends and I used to play for hours and I enjoyed it a lot. But it's one thing to play on the beach with friends. And another to be a member of a team and play on a court. Yes, you still hit the ball over the net, but I miss the sand and the sun, and I don't enjoy it as much. Anyway, I'm going to continue playing because I want to keep fit, and maybe it'll help me make new friends. Moving to a new place is not easy. <laughs> بعد أن استمعنا للمحادثة السابقة نأتي إلى تصنيف الكلمات ونرجعها لأصحابها. Listen again and write M for Mark. يعني هل هذا قول مارك نحط له M أو قول كارلوس نحط له C أو كان قول Owen فنضع له O. Listen. B. Listen again. And write M for Mark, C for Carlos, or O for Owen. Mark. I never thought I'd like it so much. I used to think it was a silly sport. But now, I think it's the best sport in the world. I have to say, though, it's a bit difficult, more than I expected. When I started playing, I didn't used to be very fit, and trust me, you need to be in good shape to play. It's becoming easier for me, you know, all the running around the pitch. But I really like it. It's different from football and more interesting because you have to use your stick to hit the ball. Carlos. I've always liked it, but I was always too busy with studying to take it up. Well, a few months ago, I decided to join a local team. And what can I say? It's fantastic. It's all I can think about. My friends are in the same team, so we meet and go to practice together every afternoon. I'm not saying it's not hard work, and you can get injured easily, but it's great fun. Yesterday we won the match after I scored the final goal, and we were all very excited. I think it was because I was wearing new boots. <laughs> Owen When we lived by the sea, my friends and I used to play for hours. And I enjoyed it a lot. But it's one thing to play on the beach with friends, and another to be a member of a team and play on a court. Yes, you still hit the ball over the net, but I miss the sand and the sun, and I don't enjoy it as much. Anyway, I'm going to continue playing because I want to keep fit, and maybe it'll help me make new friends. Moving to a new place is not easy. 3. Speak and write. Hi, Sad. How are you? I've got some exciting news to tell you. I followed your advice and joined the tennis club. It's fantastic. I practice three times a week at the local court with my friend Ali. He has been a member of the club for two years now and he's great at tennis. He gives me lots of tips on how to get better. I always thought tennis was very difficult, but it isn't. It's fun and it's good exercise too. Actually, I've lost weight after only a few months of practice and I feel very healthy. The coach says I'm really good, but I need to work hard. I just hope one day I can be as good as Ali. Guess what? Last Thursday, I won my first official match and, in two weeks, I'm going to take part in a tournament in a nearby town. Can you believe it? Well, that's all for now. What about you? Have you taken up any new activities lately? Write back and let me know. Take care, Faisal. هذا Hi, Saad. مرحبا يا سعد How are you? كيف حالك؟ I've got some exciting news to tell you لدي بعض الأخبار المثيرة لأخبرك بها I followed your advice أنا اتبعت نصيحتك and joined وانضممت the tennis club إلى نادي uh, التنس It's fantastic إنه مدهش I practice three times a week. أتمر أتمرن ثلاث مرات في الأسبوع. At the local court في ساحتنا المحلية with my friend Ali مع صديقي علي he has been a member of the club for two years هو يعتبر عضو منضم إلى النادي لمدة سنتين. Now الآن he's a great he's great at tennis. هو عظيم في في التنس. He's great at tennis. هو رائع في التنس. He gives me lots of tips. أعطاني الكثير من النصائح on how to get better. حول كيف أصبح أفضل. Always thought tennis was very difficult كنت أظن أن التنس صعبة جدا but it isn't ولكنها ليست كذلك it's fun إنها متعة and it's good exercise وفي نفس الوقت تمرين جيد أيضا actually في الواقع I've lost weight. after only few months فقدت وزنا بعد اشهر قليلة of practice من التمرين and feel very healthy واحس باني اكثر صحية the coach says يقول المدرب I'm really good انا حقا جيد but I need to work hard ولكن يجب علي ان اعمل بشكل أقوى وأشد I just hope on the, one day I just hope one day أأمل يوما ما I can be as, a, as good as علي أن أصبح كما هو عليه علي guess what last Thursday خمن ماذا حدث في يوم الخميس الماضي I won my first official match. فزت بأول مباراة رسمية لي. And in two weeks – وفي خلال أسبوعين – I'm going to take part – سوف أشارك in a tournament – يعني في المسابقة – in a nearby town – في المدينة المجاورة. Can you believe it؟ هل يمكن أن تصدق ذلك؟ Well حسنا that's all for now هذا كل شيء لغاية الآن What about you? ماذا عنك؟ Have you taken up any new activities? هل uh, انشغلت أو انضممت إلى uh, أنشطة جديدة lately لي مؤخرا؟ write back uh, اكتب لي مجددا and let me know. and let me know وأخبرني. take care اهتم بنفسك فيصل. الآن يأتي إلى الأسئلة. why is فيصل writing to سعد؟ لماذا يكتب فيصل إلى سعد؟ to give news and tell his friend about a new activity he has recently taken up لكي يخبره بالأخبار ويخبر صديقه حول الأنشطة الجديدة التي انشغل بها مؤخرا What activity has he recently taken up ما هي الأنشطة التي انشغل بها مؤخرا Tennis How often does he practice كم مرة يتمرن خلال أسبوع Three times a week ثلاث مرات في الأسبوع Number four Who does he practice with مع من يتمرن with his friend Ali, how does he feel about his activity؟ كيف يشعر حول نشاطاته أو نشاطه؟ He thinks it's fantastic. أنه يظن أن هذا الشيء مدهش ورائع. He thinks هو يعتقد uh, it's fun and good exercise. أنه متعة وتمرين جيد. Number six. What does the coach think about him ماذا يظن المدرب المدرب عنه؟ that he is really good انه حقا جيد but he need to work hard ويجب عليه ان يعمل بشكل اقوى. has he ever won anything؟ هل فاز بشيء؟ If yes, what؟ اذا كان نعم، ما هو؟ Yes, he has, he has. He won. نعم فاز. He won. فاز his first official match last Thursday. اخر فاز باول مباراه رسميه له يوم الخميس. What's Faisal going to do in the near future? ماذا سوف يفعل فيصل في المستقبل القريب؟ He's going to take part in the a tournament. Uh, in a nearby town سوف يشارك في المسابقة في القرية المجاورة. الآن talk think about an activity you've recently taken up فكر في نشاط قمت به مؤخرا look at the questions in the speech bubble هذه يسموها سبيتش بابل يعني فقاعه التحدث كان شخص يتحدث يعني uh, look at the questions انظر الى الاسئله في السبيتش bubble and make some notes واعمل بعض الملاحظات هنا then توكن بايرز ثم تحدث ثم تحدث بشكل ثم تحدث مع مجموعات ثنائية أو غيرها أه مثلا وأبدأ الأسئلة وأجب عليها What activity have you recently taken up؟ ما هي الأنشطة التي قمت بها مؤخرا؟ حاول أن تجيب عليها how often do you do it؟ كم مرة في, في الأسبوع أو في اليوم أو في الشهر تعملها how do you practice with؟ Who do you practice with؟ مع من أنت تتمرن؟ اذكر الاسم. Are you in a team؟ هل أنت في فريق or alone أو لوحدك؟ How do you feel about this activity؟ هل كيف شعورك تجاه هذه الأنشطة أو هذا النشاط؟ Okay are you happy with? are you think it is interesting or not? Have you your team ever won anything هل فاز فريقك بأي شيء what ما هو when متى are you going to take part in a competition هل أنت تريد القيام ب يعني بالفوز بمسابقة منافسة مسابقة شامبيون شيب يعني البطولة او اتسترا الى اخره in the near future في المستقبل القريب. 5 to make sentences يعني حاول ان تقرا وتحل هذه الاسئله وتعمل يعني وتحل الاسئله باستخدام هذه النصائح الموجوده using tenses يعني استعمال الازمنه. When you write عندما تكتب make sure تأكد you use the appropriate tense تتع... أنك تستعمل الزمان المناسب to refer to past إنه اللي يرجع إلى الماضي present الحاضر and future actions or events أحداث أو أفعال حدثت في الماضي، في المضارع أو في المستقبل. مثلا إذا أردنا أن نستخدم present simple، الماضي المضارع البسيط. استخدم present simple بمعنى المضارع البسيط. we play basketball every afternoon. لاحظ هنا المضارع البسيط كما أخذناه في النصف الأول من الكتاب أنه الكلمة الفعل بدون أي إضافات. we play basketball every afternoon وهذه يدل عليه تام expression تدل على simple present او present simple عندما نأتي إلى present perfect simple إلى المضارع التام uh البسيط I've always يعني هذه يبدأ من have I have I have always or I've always liked playing table tennis So I've decided to join a table tennis club. فاستخدمنا المناسب الزمان المناسب مع التعبير المناسب. أما الـ past simple الماضي البسيط متى نستخدمه؟ عندما أخبر عن شيء حدث في الماضي فأقول two weeks ago قبل أسبوعين مضيا we played against Middleton and won the trophy. يعني قبل اسبوعين مضيا نحن لعبنا ضد ميدلتون فريق ميدلتون اند وون وفزنا بتروفي بالكاس او بالجائزه طيب بالنسبه ل future going to باستخدام going to كيف تكون استخدامنا we are going to continue نحن نعزم على ان نواصل practicing ال التمرين because لأننا we want to get better لأننا نريد أن نكون أفضل الآن نأتي إلى ترتيب الجمل آدم buy tennis racket tomorrow ماذا نصنع كيف نرتب الجملة تكون هكذا آدم is going to buy لأن عندي tomorrow فأستخدم ماذا أي زمن أستخدم بطبيعة الحال الزمن المستقبلي لأن عندي تومورو راح أخبر شيء يحدث تومورو غدا أقول آدم is going to buy a tennis racket tomorrow سوف يشتري آدم مضربا للتنس غدا I take up swimming last year كيف يكون هذا last year يعني زمن إيش ماضي إذا هذا الجملة راح تكون ماذا الزمان الماضي طيب عندي تيك اب تيك اب ما هو الماضي حق تيك توك صح اذا علينا ان نستخدم هذا الماضي البسيط بهذه الطريقة I took up swimming last year number three. ديان ديان لوز 3 كيلو since March. Okay, عندي منذ تتذكرون أن احنا present perfect simple نستخدم معها since لماذا يحتاج إلى since لأنها لأنه زمن في إهام فنحتاج إلى بيان المدة الزمنية التي حدث فيها هذا الحدث فنحتاج إليها باستعمال كلمة since فإذا ما دام عندي سينس إذا راح نستخدم present perfect simple أقول هكذا ديان ديان has lost three kilos since March has لأنه غائب singular third person غائب فيستخدم له has he has she has it has بينما بقيه الضمائر تأتي معها هاف. فقط للتذكير نمبر 4 coach usually give us good advice uh, طيب ما هو usually usually ماذا نستخدم له present simple usually uh, فاذا استخدم الفعل من دون أي إضافات. بما أن هذا نتكلم عن الكوتش، فحط له الفعل ماذا؟ حط له غائب. حط له إس. فيصير هكذا. The coach usually gives up. The coach usually gives us good advice. آه غالباً أو عادةً يعطينا المدرب نصائح جيدة number five we already become members of the sports club uh, become عندي already أيضاً هذه already تابع لإيش؟ إلى since اللي هو تابع إلى present perfect simple بسبب وجود already بالفعل أننا فعلنا هذا الشيء فأقول we have already become members of the sports club. نحن بالفعل أصبحنا أعضاء في نادي الرياضات. الآن نأتي إلى الخطوة النهائية. Right. الآن مطلوب منا نكتب إيميل to Faisal telling him about an activity you've recently taken up. يعني نكتب إلى فيصل بعض الأنشطة التي قمنا بها مؤخرا Use the notes from activity B يعني حاول أن تستعين بالدرس الذي سبق يعني بالنشاط السابق يعني وتبدأ كلماتك first to go to the workbook روح إلى كتاب النشاط page 123 and complete the writing plan يعني روح إلى نشاط إلى صفحة 123 وحل التمرين هناك عندما نريد أن نكتب عن شيء لا بد من آه أن نقوم بالكتابة وفقا لخطة ما هي الخطة التي نتبعها في الكتابة حتى تكون كتاباتنا واضحة ومعروفة آه أولا عندنا writing بلان خطة للكتابة an informal email آه أنه هذا ال الإيميل ليس إيميلا رسميا informal email or letter giving news about an activity you have taken up طبعا هذا إيميل غير رسمي بين الأصدقاء فلهذا يكون يعني نوعا ما يجب أن يكون دالا ومدلا ولكن لا يراعي القوانين الرسمية before you write قبل أن تكتب Who are you writing to؟ حدد من تكتب إليه؟ I'm writing to محمد. I'm writing to my friend علي. Etc. Why you are writing؟ لماذا أنت تكتب إليه؟ I'm writing to him to tell him some news about my uh, recently activity uh, that I taken up. Who are you writing؟ إذن هذا جاوبنا عليه. Uh, sorry why are you writing لماذا تكتب I'm writing to him to tell him about my uh, lately news الأخبار المخ، uh, المجديدة or to give him an update about my situation أعطيه تحديث عن حالتي الواقعية getting greeting أول شيء تبدأ بل greeting يعني التحية تحيي How will you begin your email letters كيف ستبدأ إيميلك ورسالتك تقول له Hi my, my friend علي Hi how are you I hope everything is okay for you وهكذا Opening paragraph تفتتح الباراجراف uh, Opening paragraph in appropriate way يعني بطريقة مناسبة about how your friend is كيف حالك؟ how is your friend how is your father or you apologize تعتذر إليه for not writing more than more often يعني اني قاطعنك عن الكتابة كذا مرة اوكي مثلا I'm sorry I'm مثلا so late to write back for you uh, or anything أي عذر من الأعذار say why you are writing ليش تكتب له I'm writing to give you some details about my activities ثم بعد ذلك main part يعني الجزء الرئيسي من الموضوع describe the activity عليك أن تشرح الاكتيفيتي النشاط الذي قمت به what do you do ماذا تفعل how often do you do or how often do you do it وهكذا تبدأ تشرح كم مرة وكم تفعل هذا الفعل كم نشاط في السبوع كم مرة وهكذا How do you feel about it؟ كما هو شعورك تجاه هذا العمل؟ It's exciting, it's brilliant, it's boring مثلا وهكذا. Have you or your team won anything؟ هل فاز فريقك أو أنت بشيء؟ Uh, what ما هو when متى؟ إذا أجب عن هذا في هذا المربع in the near future في المستقبل القريب are there any events you will take part in؟ هل سوف تشارك في أحداث او مسابقات قريبة او فعاليات قريبة؟ حاول ان تجيب Okay, I will uh, take part in cycling مثلا تورمنت وهكذا الآن نأتي إلى كيف نقفل الباراجراف كلوزنج باراجراف نقفلها يعني ما نخلي الرسالة مفتوحة وإنما علينا أن نقفلها كيف نقفلها Make a General كومنت نعمل تعليق عام and ask your friend about what activities he or she يعني إذا كان مؤنث إلى مؤنث أو تكتب إلى مؤنث إلى مذكر وهكذا she or he or he or she has taken part in تسأله تقول له يعني what is your activity that you have part in take part in ask your friend to write to you اوكي okay, يعني رايت باك تو مي بليز رد عليا يعني اوكي وذ نيو نيوز اور نيو ابديت اباوت يور سيتويشن الان تبدا توقع الرساله كلوز وين an appropriate فريز تغلق الرساله مع مع طريقه مناسبه فور اكزامبل مثال تيك كير اهتم بنفسك باي فور ناو أمان الله مع السلامة وهكذا سيجنيتشار توقع باسمك يور رايت فور فرست نيم يعني يو دونت هاف تو رايت يور فول نيم اوكي اونلي يو جاست رايت يور فرست نيم اند كلوز يور ايميل